عقد مجلس الشورى جلسته 23 للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس المجلس. نعم. وناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون من حيث المبدأ، وذلك نداء بالاسم. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 231 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976، وأن على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة. بعدها ناقش المجلس التقرير التكميلي بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة 59 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون.